والآن تنضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلة رؤية من هناك جوانا نصر الدين. أهلا بك جوانا. إذن جوانا، ما تفاصيل زيارة هوكستين وما هي أبرز القرارات التي تمخضت عن هذه الزيارة؟ مرحبا إخلاص. على وقع خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين في العاصمة اللبنانية بيروت والتحليق المكثف للطائرات الحربية، وصل المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التيني، بحيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري على مدى ساعتين من الوقت. هو اللقاء الأول الذي عقده في جولته الثامنة إلى لبنان منذ بداية جبهة الإسناد في 8 أكتوبر. من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة 1 استغرق لقاء هوكستين مع بري. صحيح أن هذا اللقاء تخلله الكثير من النقاشات والمباحثات، وخرج بعده آموس هوكستين بتصريح مقتضب من عين التيني كان أساسه أن هناك إيجابية وأن النقاش كان بناء ويبنى عليه، ورفض الرد على أي سؤال من أسئلة الصحفيين قائلا أنه لا يريد أن يتفاوض في العلن أو لا يريد أن يقود مفاوضات في العلن. ولكن مصادر متابعة لعمليات التفاوض أو لهذه الزيارة تقول في معلومات خاصة لرؤية إن اللقاء في عين التيني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان بناء. هوكستين تسلم من بري الرد اللبناني بالموافقة على مقترح وقف إطلاق النار، متضمنا بعض الملاحظات وبعض التحفظات الأساسية على بعض النقاط، وهم للتذكير 13 بندا كانت قدمتها السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون إلى بري. وبما أن بري هو عراب التفاوض والمكلف من قبل حزب الله بإدارة عملية التفاوض، سلم هوكستين الرد اللبناني. بحسب ما علمت رؤيا أيضا بمعلومات خاصة أن النقاشات دارت بالدرجة الأولى على بعض البنود الإشكالية بالمقترح الأمريكي، وكان بري واضحا لجهة التأكيد على سيادة لبنان وعدم خرقها بأي شكل من الأشكال، خصوصا مع كل التسريبات التي الإسرائيلية بالتحديد التي سبقت زيارة هوكستين إلى بيروت، وكانت تتحدث عن أن إسرائيل لن تقبل إلا بحرية الحركة في جنوب لبنان إذا شعرت بأنها تتعرض لأي تهديد من حزب الله أو أن حزب الله خرق هذا الاتفاق. وبري كان واضحا مع المبعوث الأمريكي بأن سيادة لبنان هي خط أحمر، ولبنان لن يقبل إلا بالقرار 1701 ولا شيء زائد أو ناقص عن هذا القرار، لأنه كل الأجواء التي سبقت هذه الزيارة إخلاص كانت توحي بأن هناك اتفاق إسرائيلي أمريكي واتفاق لبناني أمريكي مع كل الشروط العالية ومع كل التصريحات التي كان يخرج بها إن كان المسؤولين الإسرائيليين وإن كان الإعلام التابع أو الإعلام العبري. بعد عين التيني توجه هوكستين مباشرة إلى منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. اللقاء لم يدم طويلا، ولكن كان هناك أيضا تأكيد على سيادة لبنان. لعل العنوان الأبرز في الرد اللبناني هو التأكيد على ضمانة سيادة لبنان وعدم القبول بأي بند من شأنه أن يخرق أو يعرض هذه السيادة للخطر. بعد لقاء ميقاتي، وذكرت بطبيعة الحال ما قاله الرئيس ميقاتي لهوكستين، في هذه الأثناء يلتقي المبعوث الأمريكي قائد الجيش العماد جوزيف عون في منطقة اليرزي. جوزيف عون وهو قائد الجيش هو المعني الأول بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار، خصوصا عندما نتحدث عن تطبيق 1701 ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع فلسطين المحتلة بما ينص عليه هذا القرار. هوكستين التقى قائد الجيش، أو في هذه الأثناء ما زال يلتقي قائد الجيش. هو أيضا التقى المرة السابقة في 21 أكتوبر عندما زار بيروت أيضا في محاولة لوقف إطلاق النار، واصطدم بتعنت الإسرائيليين ولم يعد إلى بيروت. في هناك معلومات تتحدث عن أن الإيجابية التي قوبل بها هوكستين في لبنان ستمكنه من العودة إلى تل أبيب لمعرفة جواب تل أبيب على الرد اللبناني. إخلاص. نعم جوانا، هذا على المستوى السياسي، ولكن ماذا عن الميدان وآخر التطورات ميدانيا جوانا؟
يمكن أن نقول أن الميدان العسكري حكمته وتيرة عالية من التصعيد خلال الساعات الماضية، إن كان على جبهة الجنوب اللبناني وإن كان من خلال استهداف عمق العاصمة اللبنانية ببيروت، من خلال استهدافات إن كان مار الياس وإن كان إسقاق البلاط بالأمس، وهي مناطق شعبية مكتظة بالسكان ومتنوعة الاتجاهات السياسية. مثلا منطقة إسقاق البلاط فيها عدد كبير من حزب الله وحركة أمل، هناك أحياء مكتظة وشوارع مكتظة، وتحدثت عن حصيلة الشهداء والجرحى. هناك أيضا غارة شنت ليلا على الضاحية من دون تحذير، ولكن بعد الرصد تبين أن المبنى الذي تم استهدافه عند الساعة 3:30 فجرا في الشياح هو أحد المباني التي كان حذر الاحتلال الإسرائيلي من قصفها ولم يقصفها، عاد واستهدفها بغارة ليل أمس من دون تحذير جديد. ولكن الضاحية اليوم وعلى بالتوازي مع زيارة هوكشتين بقيت محيدة اليوم عن الاستهدافات، بالتزامن مع الغارات التدميرية المستمرة على مناطق كثيرة في الجنوب اللبناني منذ بعض الوقت، تدك منطقة النبطية والبازورية في سور بغارات عنيفة جدا على أكثر من بلدة وعلى أكثر من منطقة، في وقت حزب الله استمر بوتيرة عملياته الواسعة واستهدف العمق الإسرائيلي، إن كان قاعدة جاليلوت في ضواحي تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعية، وإن كان حيفا ونهرية ومستوطنات في الجليل، وكأنه يرد على كل ما أوحى به الاحتلال الإسرائيلي التفاوض تحت قوة النار. حزب الله في المقابل يريد أن يقول نحن أيضا نتفاوض بقوة النار، ولعل هذا التوسع وهذه النوعية في العمليات التي يشنها جاءت قبيل زيارة هوكشتين وبالتوازي مع زيارة هوكشتين إلى بيروت. أشير أيضا إلى العمليات التوغل البري أو المرحلة الثانية من التوغل البري التي كان أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي، هناك مقاطع مصورة تشير إلى دخول القوات الإسرائيلية إلى منطقة طير حرفة في الجنوب اللبناني، بعدما نجح الاحتلال الإسرائيلي بخلق نوعا ما منطقة عازلة بتدمير ممنهج على مسافة 3 كيلومترات لكل البلدات الموجودة على الخط الأول مع الحدود مع لبنان. أشير أخيرا وعلى عجالة إخلاص أن اللافت كان اليوم وبالتوازي مع زيارة هوكشتين بعد الإعلان عن كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عصر هذا اليوم، عاد الإعلام الحربي أو عادت العلاقات الإعلامية في حزب الله وأعلنت تأجيل هذا المؤتمر الصحفي أو هذه الكلمة لنعيم قاسم إلى موعد يحدد لاحقا. والأكيد بحسب ما تقول مصادر متابعة لرؤية أن نعيم قاسم أجل هذه الكلمة بانتظار ما ستكون عليه زيارة هوكشتين وبعدها يبنى على الشيء مقتضى. إخلاص. نعم، شكرا جزيلا جوانا نصر الدين مراسلة رؤية، كنت معنا من بيروت.